بعد مرور سنتان من العمل والجد والنشاط، ها هي جمعيتنا الرحاب لمواهب الشباب ترتقي في أنشطتها وتحاول أن تصبو وتسمو لأن تكون أداة فعالة في الوسط الثقافي لمدينة الورود وعبر كل أنحاء الوطن. جمعية الرحاب عازمة في مواصلة مشوارها في تحقيق وتجسيد أهداف البناء الثقافي، عازمة في ذلك أن تكون معولاً تبني به وتزيد في تلوين الحياة الثقافية رغم تجربتها الفتية وأعضائها الشباب. جمعية الرحاب في عامها الثاني تبارك المسيرة القصيرة وتثمن وتتفضل بشكرها وامتنانها لكل من قدم مجهوداً وأدى دوراً فعالاً، وتتمنى المزيد من صناعة الأحلام على أرض مدينة الورود والجزائر الطيبة. تابعوا معنا حصيلة ما أنجزته جمعية الرحاب لمواهب الشباب لسنة 2017. شهر جانفي تزامناً مع انطلاق المسابقة الولائية البليدة الوريدة، نظمت جمعية الرحاب معرضاً لصور مدينة البليدة القديمة تحت شعار البليدة عبر العصور، وذلك أيام 26، 27 و 28 جانفي 2017 بفندق الورود نهج محمد بوضياف البليدة. شهر فيفري بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للشهيد الذي يصادف 18 فيفري من كل سنة، نظمت الجمعية حفلاً فنياً يوم 17 فيفري 2017 بالمسرح الوطني محي الدين بشتارزي بالجزائر العاصمة. شهر مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2017 نظمت الجمعية حفلاً على شرف النساء بالمكتبة العلمية الورود والبنفسج بالبليدة. شاركت الجمعية بقوة يوم 25 مارس 2017 في حملة غرس 200 ألف شجيرة ووردة ببلدية شفا ولاية البليدة. بشهر مارس دائماً وبمناسبة عطلة فصل الربيع نظمت الجمعية تظاهرة ثقافية خاصة بالأطفال تحت شعار ربيع سيدي الكبير عطره براءة يوم 18 مارس 2017 بمدرسة سيدي الكبير البليدة. شهر أفريل بمناسبة يوم العلم 16 أفريل من كل سنة، نظمت الجمعية يوماً دراسياً حول الاستعمال السلبي للأنترنت والعنف المدرسي تحت شعار بالعلم نتقدم وبالحوار نتواصل يوم 13 من أبريل 2017 بثانوية عمر بن الخطاب بالبليدة. شهر ماي بمناسبة انطلاق أيام الربيع البليدي يوم 29 أفريل 2017 شاركت الجمعية في هذه التظاهرة الكبيرة في وسط مدينة البليدة. شهر جوان بمناسبة اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان، نظمت الجمعية حفلاً على شرف الأطفال بساحة الحرية باب السبت بالبليدة. بشهر جوان كذلك وفي إطار تطبيق برنامج شهر رمضان الكريم، نظمت الجمعية يوم 5 جوان 2017 حملة تحسيسية لا للتبذير في شهر الرحمة، وهذا بأسواق مدينة البليدة. شهر جويلية عشية عيدي الاستقلال والشباب يوم 4 جويلية 2017 شاركت الجمعية في حفل فني بساحة رياض الفتح بالجزائر العاصمة، كما شاركت الجمعية بمقطوعة موسيقية عالمية بقاعة المؤتمرات بولاية البليدة. شهر أوت في إطار تطبيق برنامج الجمعية وتزامناً مع موسم الاصطياف والعطلة السنوية، نظمت الجمعية مسابقة فكرية في الثقافة العامة والألعاب والتسلية يوم 24 أوت 2017 في ساحة أول نوفمبر وساحة الحرية بباب السبت بالبليدة. شهر سبتمبر بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، شاركت الجمعية في افتتاح الصالون الوطني للسياحة يوم 27 سبتمبر 2017 من تنظيم مديرية السياحة ومديرية الشباب والرياضة بمركز التسلية العلمية بالبليدة. شهر أكتوبر بمناسبة الشهر الوردي، نظم ديوان مؤسسات الشباب بالتنسيق مع الجمعية والجمعيات العالية أياما تحسيسية وقائية حول التشخيص المبكر لسرطان الثدي تحت شعار لأنك غالية علينا لا تؤجلي، وهذا أيام 12 و 18 أكتوبر 2017 بالمركز الجواري بسيد المدني شفة وساحة الحرية بباب السبت والمكتبة العلمية الورود والبنفسج البليدة.
شهر نوفمبر في إطار تطبيق برنامج مديرية الشباب والرياضة لولاية البليدة حول مخطط الأنشطة التحسيسية بالمواطنة والتوعية بالانتخابات المحلية تحت شعار مستقبلنا في اختيارنا، تم تنظيم يوم 29 أكتوبر 2017 ومن طرف ديوان مؤسسات الشباب بالتنسيق مع جمعية الرحاب ساحة الحرية بباب السبت حملة تحسيسية بالانتخابات. شهر ديسمبر مشاركة الجمعية يوم 16 ديسمبر 2017 في وقفة تضامنية مع فلسطين بقاعة حسين شعلان بالمركب الرياضي مصطفى شاكر بالبليدة. المشاركات: استقبال معالي وزير الشباب والرياضة وولي ولاية البليدة والوفد المرافق له بمناسبة تدشين مركز التسلية العلمية باب الجزائر بالبليدة يوم 3 نوفمبر 2017، دعوة رسمية للجمعية في الملتقى الدولي الأول لربيع الشعر العربي يوم 11 مارس 2017 بقاعة ألكسندرا ولاية البليدة. بمناسبة عطلة الشتاء نظمت مديرية الثقافة بالتنسيق مع الجمعية تظاهرة خاصة بأطفال المتيجة وهذا يوم 3 جانفي 2017 بساحة بن عم الجلالي بالبليدة. وبدعوة من ديوان ولاية البليدة شاركت الجمعية في اجتماع مع والي ولاية البليدة واللجنة الولائية حول المسابقة الولائية البليدة وريدة وهذا يوم 2 جانفي 2017 في قاعة المؤتمرات بولاية البليدة. باسمي وباسم كل أعضاء جمعية الرحاب لمواهب الشباب نشكر كل من اطلع على حصيلتنا لهذه السنة. نحن شباب الجزائر غايتنا المساهمة في بناء وطننا الحبيب، فلا أرضى لنا إلا الجزائر. نتمنى سنة جديدة حافلة بالنشاطات والنجاحات.